إخواننا والنماس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب في هذا المساء، في هذا الكرنفال العربي الأصيل لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لتعلن في هذه اللحظات انطلاق شوطنا الثاني للقعدان اللقاية، شوطنا المفتوح وثاني رموزنا في هذا المساء الكبير الذي يحتضن هذه الأسماء الكبيرة، الذي يحتضن هذه الشعارات العملاقة. لنتابع وإياكم شعارات أصحاب السمو والأمراء والشيوخ، يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه. حاضرين متواجدين مع تواجد هذه الأسماء مقدمة الشوط وأول المراكز، أول التحديات في هذه اللحظات. أتابع الانطلاق، أتابع شواش، شواش بشعار هجن النايفات، من ينطلق في هذه اللحظات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. هنا عبد العزيز بن حمد بن حلفان في عملية التضمير، في عملية المتابعة. المركز الثاني الحاضر، ما شاء الله عليك وحواليك، يا ما شاء الله عليك بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا ما شاء الله عليك الشرس ماجد بن حلفان. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، القادم بهذا الحضور، القادم بهذا الوصول. مرحبا يا أدهم، مرحبا بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتقدم هنا أدهم بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان الصادق فضل الأمين. المركز الرابع القادم جبل دخان الحاضر في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري القادم في هذه اللحظات. المركز الخامس، ومن تسلل إلى مقدمة الشوط، من تسلل إلى المقدمة في هذه اللحظات يحمل الرقم 23 الحاضر هنا والمتقدم فطين القادم بشعار هجن الشحانية، يقدم لنا فطين في هذه اللحظات محمد بن خالد بن عبد الله العطية. قاما وانطلقا اللقاية، واحضرا من أجل الرمز الغالي، رمز في هذا المساء، رمز ينتظر واحدا من بين الأسماء، ينتظر واحدا من بين الشعارات الكبيرة، من بين الشعارات العملاقة والمؤسسات الكبيرة الحاضرة في هذا المساء، في هذا المساء من أجل الرمز. الله على انطلاقة جبل دخان واندفاعته في هذه اللحظات، يقدم لنا محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، من يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار. المركز الثاني شو شواش القادم في هذه اللحظات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يقدم عبد العزيز بن حمد بن حلفان. بن حلفان يا بن حلفان،
المركز الثالث الحضور من هجن الطائلات يقدمون لنا الدرع في هذه اللحظات. ينطلق في هذه اللحظات هنا الجابري الجابري مع سالم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري يقدم لنا شعاره الشعار لدعم قادم مع قدوم ومع حضور ايضا الشاقر يا شاقر وصل في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانيه الشعار لدعم الحاضر في هذا المساء يا هي من معركه يا هو من شوط اقوى اشواط القعدان اللي جايه اقوى الاشواط احتى الاشواط في هذا المساء في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه الله على الاسماء الله على المضمرين جبل ادخال الكيلو الاخير الكيلو الخطير جبل ادخال مع المقدمه مع الصداره مع الامتار اللي والله ترعب تربك هذه الامتار ايضا الشعار لدعم قادم مع شيقر وقادم ايضا مع فطين الحاضر في هذه اللحظات. وصل حطاب بشعار صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود. جبل ادخال والامتار الاخيره والخطيره طار جبل ادخال طار في اخر الامتار ولكن الادعم ابنائي قطر ابنائي الشحانية المعركة حامية الوطيس ما بينهم ما بين مملكة البحرين وما بين دولة قطر الأمتار الأخيرة جبل ادخال الشيقر ولا جبل ادخال الأمتار الأخيرة يا با 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 الفوز لمن الانتصار لمن جبل ادخال سلام لمملكة البحرين سلام يا المري من قدم لنا جبل ادخال محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري خاطف هذا الرمز المركز الثاني. وصل الشيقر في شعار هجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من قدم لنا هذا الانطلاق ام سالم بن جابر بن علي بن فاران المركز الثالث. وصل مشاهدينا متابعينا الكرام حطاب بشعار صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود بن حلفان من قدم عبد العزيز المركز الرابع. وصل مشاهدينا الكرام شعار هجن الطيلات مع الجابري مع بن قنزول من قدموا المركز الخامس. وصل الريس بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من قدمه التوقيت الزملي راح مشاهدينا الكرام مع جبل ادخان بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة 7:31 92 جزء من الثانية المركز الثاني الشيقر لهجن الشحانية 7:31 98 جزءا من الثانية المركز الثالث حطاب بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود.